تنضم معنا من دمشق مراسلة شبكة شام إيمان الهدى. أهلا بك إيمان، نود أن تضعينا في الصورة وما يحدث ميدانيا الآن في العاصمة وأريافها. نعم، يعني بداية من الغوطة الغربية بالتحديد من منطقة المعظمية، في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة جدا بالجهة الشمالية والجهة الغربية لهذه المنطقة، طبعا وسط قصف من الجبال الفرقة الرابعة ومطار المجزة العسكري. حصار ما زال مستمر على هذه المنطقة، 8000 مدني ما زالوا مداخل هذه المنطقة. سياسة العقاب الجماعي وخاصة مع قدوم فصل الشتاء يتبعها قوات النظام مع ميليشيات حزب الله، وحصار مطبق على هذه المنطقة. أيضا في منطقة في الغوطة الغربية اليوم تمكن الجيش الحر من تدمير سيارتين للجان الشعبية بعبوة ناسفة عند حاجز الدير علي في منطقة الكسوة في الريف الغربي. بالنسبة للغوطة الشرقية اليوم كان لدينا، تعرضت كل من بلدات حزرمة والنشابية والبلالية على طريق المطار للقصف بقذائف الهاون المدفعية ثقيلة، أيضا مع اشتباكات على عدة مناطق وجبهات في منطقة المرج في تعتبر الجهة الجنوبية للغوطة الشرقية. أيضا بالنسبة لمنطقة القلمون اليوم قصف مدفعية ثقيلة على منطقة مضايا والزبداني ويبرود منذ الصباح باكر على هذه المناطق الثلاث، ادى لوقوع جرحى واضرار ماديه في هذه المنطقه. بالنسبه لقلب العاصمه دمشق اليوم، حي جوبر الدمشقي منذ الصباح الباكر اشتباكات على عده نقاط من جهه لحبه الدبابات والكراجات بحي جوبر الدمشقي، محاوله من قبل قوات النظام المدعومه بميليشيات حزب الله لاقتحام هذا الحي. ايضا للشرق من العاصمه دمشق، حي برزه الدمشقي اليوم شهد ايضا اشتباكات على اطراف شارع الحافظ وطريق الحنبلي بحي تشرين مع قصف من مدافع الفوزديكا المتمركزه على جبل قاسيوم. نعم إيمان، كيف تصفين لنا الوضع الإنساني في المناطق الجنوبية من العاصمة؟ نعم، يعني اليوم الريف الجنوبي هناك في منطقة أسبينا هذه المنطقة وبعد حصار مطبق عليها منذ